مرحبا بكم في صحة ماجل. كما كل يوم نجيب لكم موضوع جديد على الصحة التغذية والجمال، وإذا تابعتوا الحلقة تاع اليوم راكم راحين تعرفوا أكثر على التمر وخاصة على فوائد اللي كاين في التمر. في رأيكم التمر صح مفيد لصحة الإنسان؟ أكيد هذا الشيء صحيح. يعتبر التمر غني بالفيتامينات والمعادن والألياف الغذائية، وهو أحد أفضل الأطعمة الحلوة المفيدة واللي يمكن تنظم عملية الهضم وتمد الجسم بالعديد من المغذيات. التمر عنده فايدة كبيرة وكبيرة بزاف، يعزز صحة الجهاز الهضمي، يعالج فقر الدم، يوفر الطاقة للجسم، يعزز صحة القلب. التمر هو مضاد للالتهابات، يعاونكم باش تسيطروا على ضغط الدم والوقاية من الإمساك يعني لا كونسيباسيون، والوقاية من البواسر، الوقاية من التهابات الأمعاء والكولون، كما أنه يعزز صحة الجهاز العصبي. تعتبر الفترة الصباحية يعني ما صباح هي أحسن فترة لتأكل فيها التمر. من المستحسن تأكلوا كما هو معروف 7 حبات تاع التمر. هذا الشيء راح يمد الجسم تاعكم بالطاقة والمعادن والفيتامينات اللي يحتاجها طوال اليوم. راح تحسوا بالشبع وما تجوعوش، راح تزيدوا في التركيز تاعكم. حتى الأطفال ننصحوا الأمهات يقدموا لولادهم التمر أثناء مراحل الفطام والتسنين، لأنه لين يعني طري وسهل الهضم، كما هو غني بالألياف والمغذيات المفيدة للطفل. التمر فيه فايدة، من كذلك النواة تاعو يعني العظمة فيها فايدة. هي تحتوي على مضادات قوية للأكسدة، تحتوي على بروتينات ودهون تعاونكم على مقاومة التجاعيد وتعزيز صحة الشعر. إن شاء الله نكونوا فدناكم. تقدروا تعادوا تشوفوا صحة ماكس في انترنت فيسبوك ولا يوتيوب. ما بقى لي غير نقول لكم تهلاو في صحتكم، بقاو على خير.